أما هلا فرح رح نروح لأولى محطاتنا، ومحطتنا اليوم الطبية عن الصحة النفسية، ورح نحكي عن مشكلة بيعاني منها المجتمعات وتعتبر من المهدد الأكبر لبناء المجتمع، وهي تعاطي المخدرات لما لها من آثار طبعا جسدية ونفسية وآثار أكثر من هيك ممكن تأثر على بناء الأسرة كلها وعلى مشاكل أخرى. اليوم رح نحكي عن الموضوع، وخصوصا أنه أصبح يعني ناقص الخطر يدق في العالم كله على مشكلة المخدرات. لنحكي أكثر عن الموضوع بصيرنا يكون معنا الدكتور راغد هارون واختصاصي بالطب النفسي. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباحكم يا رب، صباح الخير. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. اليوم لما نحكي عن موضوع المخدرات دكتور، البعض يمكن بيفكر أنه هي مجرد حبوب مخدرة، لكن هي إلا أنواع كثيرة. خلينا نتعرف عليها، شو هي أكثر الأنواع خطر على الشباب وعلى الجيل اليوم؟ صحيح، حقيقة الحديث عن المخدرات وتناولها وسوء استخدامها أو إدمانها من المواضيع المهمة دائما واللي بنتحدث عنها، لما لها من أهمية بسبب تناولها شريحة من الشباب أعمارهم تتراوح بين 18 و 25 سنة بكل أنحاء العالم. هي الشريحة هي شريحة مهمة جدا، هي الشريحة اللي عم تمتلئ وهي الشريحة اللي بدها تبني. لذلك تخريب هذه الشريحة يعني خربنا المجتمع. نحن ما فينا نعتمد ببناء وإنجاز أي عمل على رجل مسن أو على طفل، ولكن فينا نعتمد على هذا الجزء من الأشخاص. بداية بس من أجل يعرف الجميع، الإدمان مرض، هو ليس سوء سلوك متعمد من هذا الشخص، بمعنى ولد هذا الشخص وفي عنده خلل دماغي يجعل عنده ضرورة قهرية ملحة للاستمرار بتناول هذه المادة اللي جربها. لنأخذ مثال مشان نوضح أكثر، أخذنا 100 شخص أعطيناهم نفس المادة، السؤال هل سيستمر 100 شخص؟ لا. هل الدراسات لا، رح يستمر فقط مين؟ الأشخاص اللي عندهم ميل قهري أو خلل قهري يعني قسري للاستمرار بتناول هذه المادة من أجل الحصول على الريورد، على المكافأة، المكافأة الدوبامينية اللي بتتحرض نتيجة هي المادة. دكتور، هي علميا ومن المتعارف عليه أنه هي أصلا بتسبب الإدمان، يعني حالة غير إرادية عند الأشخاص، هل هذا الشيء صح؟ أو ممكن الشخص شو هي اللي بتسبب الإدمان؟ المواد المخدرة. صحيح، ولكن أنا عم أقول كتجربة لمرة واحدة أو مرتين. ما كنت حقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسات أجروا ولاحظوا بأنه أكثر من 95% من فئة الشباب ما بين 18 و 25 سنة كانوا قد جربوا الكنابيس الحشيش مرة واحدة في حياتهم. تعرفوا طبيعة الحياة هناك، ولكن من الذي استمر؟ قديش النسبة اللي استمرت وصار في عندها أبيوز، سوء استخدام، يعني بتاخدها بفترات متباعدة أو مضطرة لأخذها بشكل يوم أدكتف بيهيفير، سلوك إدماني، كانت النسبة حوالي 30%. لاحظوا قديش في فرق بين أنه جرب مرة واحدة وخلص ما عاد أخذ، وبين أنه في عندي هالخلل الأساسي. إذن هو مرض، لازم نعترف فيه أنه هو مرض نفسي. أنا ليش عم أقول هذا الكلام؟ من أجل أنه نتعامل مع المريض بكل محبة، بكل تفهم لمشكلته العصبية اللي ولد على أساسها. لأنه أنا إذا بدي حاسبه معناته بدي حاسب كل شخص في عنده مشكلة وراثية أو جينية، وهذا لا يجوز. نحن لا نختار أنفسنا، نحن منجي بالصدفة على هالحياة، وبالتالي شو بتكون صبغياتنا حاملة من مشاكل ستظهر شئنا أم أبينا بحياتنا. طب دكتور راغد سؤال، هلأ نحن عم نقول أنه في أسباب نفسية
أو أسباب جسدية هي اجتماعية واجتماعية صحيح. هي بتكون أيضا محفزة لموضوع طبعاً. الإدمان طبعاً. خلينا نحكي عن الأسباب الاجتماعية. هلأ ممكن يكون الشخص عنده يعني مثل ما قلت تأهب أنه هو ينصاب به نعم. أو أنه يكون مدمن، ولكن وسطه الاجتماعي جيد فبالتالي ما بيروح له الخطوة أساسا. كلام صحيح. خلينا نحكي عن الأسباب الاجتماعية والنفسية صحيح. هل الشدة النفسية ممكن يكون سبب أنه الشخص يتوجه للإدمان؟ نعم للأمانة الأسباب الاجتماعية في كثير من الأشخاص حقيقة يلي منعالجون بتكون البيئة معظمها موبوءة بدءا من الأسرة. ممكن يكون رب الأسرة كحولي، وعلميا الكحولية تخيلوا يعني الكحولية عند أحد الأبوين تزيد الكحولية عند أي فرد من أفراد الأسرة 4 أضعاف غيره من الأولاد اللي ما عندهم كحولية. إذن الكحولية وراثية تمام؟ إلى جانب وراثي وإلى جانب اجتماعي. يعني أنا لما دائما الكحول موجود، دائما أبي بهالوضع، دائما أبي اللي هو قدوتي اللي هو بستمد منه كل معارفي وكل معلوماتي عم شوفه بهالشكل هذا، فأنا صار من العادي ومن الطبيعي إنه يشرب كحول. ما في مين يرده، حتى الوالد ما في مين يشرح له ويرده، لأنه أصلا هو ما له قدوة لحتى يتحدث له عن مخاطر هذا الموضوع. هي بالنسبة للأمور الاجتماعية. الأمور النفسية، أمور النفسية كثير من الأمراض النفسية تترافق مع سوء استخدام المواد. بالفصام المريض الفصامي ممكن يسيء استخدام كثير من المواد ومن الكحول أو الحبوب نفسها اللي عم يتناولها. بالبايبولر بالهجم الهوسية المريض بيسيء استخدام كثير من المواد اللي عم يستخدمها من الأدوية عم يستخدمها أو مواد أخرى مثل الكحول أو أي شيء ممكن يخطر على بالك، لأنه ما عنده ضوابط نهائيا على نفسه. اضطرابات الشخصية، في العديد من اضطرابات الشخصية مؤهبة أكثر من غيرها من اضطرابات الشخصية لأن تكون جاهزة لأنه تستخدم أو تسيء استخدام هالمواد، مثل الشخصية الحدية أو السايكوباتية أو الاندفاعية أو غيرها من الشخصيات اللي فعلا مضطرة لإساءة استخدام، مو مضطرة، تسيء استخدام المواد لعلاج هالمشكلة اللي عم تعاني منها، لأنه اضطراب الشخصية بيعاني من أعراضها صاحبها والمحيط، المحيطين أيضا بيعانوا من هذا الموضوع. دكتور هم سؤال، الأشخاص المحيطين لما بيعرفوا أنه الإبن عم يتعاطى مخدرات من أي نوع كانت بتختلف ردات الفعل بين عائلة وتانية، بين مجتمع وتاني، البعض بتكون ردات فعل يمكن كارثية والبعض الآخر يمكن بيتفهم بيحاول يعالج. خلينا نحكي عن أهمية لما بنعرف نحن أنه الولد يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، شو هي الخطوات الأساسية لحتى نحن خلينا نقول نمسكه بإيد الشاب أو الصبية على طريق العلاج لحتى يرجع بحالة شفاء كامل؟ أكيد نحن يعني كأسرة أو كأصدقاء يعني مجتمعه لهالشخص رح نلاحظ بطريقة أو بأخرى تبدل بسلوكه السوي اللي يعني ليس السوي، السلوك الخاص فيه ولكن ضمن حد السواء عبر الأيام، وبالتالي رح نلجأ بطريقة أو بأخرى، وخاصة في هذه الأيام لأنه صرنا كتير واعيين على موضوع سوء استخدام المواد وما تحدثه من تأثيرات نفسية. هن بيسموه منظمة الصحة العالمية الأدوية المواد ذات الأثر النفسي، حقيقة ذات الأثر النفسي، لأنه هي مواد لابد أن تحدث تأثيرا نفسيا على الحالة النفسية للإنسان، من تنشيط كالمنشطات أو تثبيط الانهيبيترز المثبطات أو غيرها من المواد ب تأثيراتها المختلفة. وبالتالي نحن متى ما لاحظنا هالملاحظة هي فعلا سؤال مهم وجميل، لأنه بدي ألفت انتباه لنقطة مهمة وهي معيبة لازالت بمجتمعنا. يعني
كثير من الأشخاص بيبدوا ردات فعل مسيئة جدا لهذا الشخص، بأنه مثلا أنت شخص سيء، أنت شخص يعني أصبحت غير صالح، واسم العار بالعائلة، وكأنه ما عاد في مجال للرجعة نهائيا، أنت شخص ذو وصمة عار، ولا كأنه في إيد ممدودة إله لتساعده من هذا المستنقع اللي غرقت رجليه فيه بطريقة أو بأخرى، واللي كانت ممكن رجلين أي شخص تغرق فيه. هذا مستنقع معظم الناس ممكن أنه يغرقوا فيه، فما حدا يستبعد هذا الموضوع عن الآخرين أو عن نفسه. لذلك أول شغلة لازم نكون متفاهمين لهذا الموضوع، لازم يكون في عنا دراية بالمواد ذات الأثر الإدماني، وأنا دائما أبعدهم هني 10 مواد مشان ما نعتقد، وهي نقطة صار لازم بقى ما نضل نتحدث فيها ونشيلها، لأنه لساتنا لهلأ عم نعاني من يعني درجة من الجهل غير طبيعية في المجتمع. يعني لسه لهلأ في ناس بتعتقد نفسها أنه هي يعني على دراية وعلم، وبتقول الأدوية النفسية ما رح ناخدها ولا نتعالج فيها لأنه بتسبب الإدمان. يعني هذا الكلام المعيب على الأدوية النفسية ما عاد في دولة بتحكي فيه نهائيا إلا عنا. الموضوع اللي ما بتعرف فيه لا تتحدث فيه، قول ما بعرف بيكون أفضل، بيكون أشرف، بيكون أرقى من هذه الأوصاف. النقطة الثانية بما يتعلق بمعاملة المريض، حقيقة أنا بتمنى يعني على نقابة الصيادلة المحترمة اللي دائما يعني هي على مساعدة وعمل دائم ودؤوب بترشيد وتنظيم صرف الدواء، أنه تنبيهات وتعليمات للسادة الصيادلة الزملاء المحترمين، أنه ما نعامل هالشخص بطريقة وكأنه هو شيء غريب عن المجتمع والكائنات الحية. كثير من القصص ممكن نحكيها بصراحة، والوقت ما هو دائما يعني بيخدمنا. كثير من المرضى يعني بينجرح قلبنا على الشيء اللي بيحكوا لنا اياه، مثلا رمى الوصفه بوشي نظر الي نظره من فوق، نظرت الي الصيدلانيه من فوق لتحت، بس بمجرد شافت الادويه يلي بده ياخذها من اجل تنظيف جسمه من هذه المواد. طيب يعني ممنوع معالجه المريض اللي عنده هالمشكله، ولا يعني لازم نعالجه ونهينه؟ لا، هذا أكثر شخص يستحق أنه نتلاطف معه، لأنه بلش بالحل تماما، وإلا سينهيه بأي لحظة. يعني كثير من المرضى عندي تركوا العلاج بسبب هذا السلوك، لاحظ هذا السلوك، طلع لبرا، شق الوصفة وراح أخذ المادة وما عاد بده يتعالج نهائيا. انه شو المجتمع بيتعالج من شانه، او شو يعني هو كمان ببالغ بردة فعله، بس هو شخص انفعالي. هون يعني تنصح دكتور بحالة المصحات اللي بيكون فيها حالات مشابهة، يعني ممكن يكونوا بمكان واحد يستفيدوا من تطور فترة العلاج لبعض الاشخاص بتم تشجيعهم، قدي مهمة هي الحالة؟ بصراحة هذا هو الحل، لانه بمعظم دول العالم هناك ريهاب يعني ريهابيليتيشن، إعادة تأهيل الشخص، بيدخل من شهر لشهرين لثلاثة اللي حسب حالته يعني، وخلاله بيتلقى مراحل 12 أو غيرها، بتبلش بالوش آوت بالتنظيف، بعدين بالعلاج المعرفي السلوكي، التواصل مع الأهل، مشاكله، رفقاته، يعني بيحيطوا بالمشكلة بكل جوانبها من أجل أنه يخلصوا من هالمشكلة لما بيطلع. نحن عنا شيء يعني كتر خيرهم عم يبذلوا كل الجهود، ولكن
يعني دائما المشكلة أنا بلاحظ تكمن بموضوع العلاج الدوائي. نحن الأدوية اللي نستخدمها بمصحاتنا لا تستخدم بأي مصح بالعالم. ليش؟ لأنه يعني على سبيل المثال إذا تحدثنا عن علاج الهيروين كانت أشيع مادة قبل الأزمة حقيقة، ولكن خفت الحمد لله بعد قيود الكورونا، بعد قيود يعني اللي صارت نتيجة الأزمة وغيرها. علاج الهيروين هن ثلاث مواد عالميا: ميتادون، بوبرينورفين، كلونيدين. ما عنا ولا واحدة منهم هدول الثلاثة. عنا أدوية منسميها سيمبتوماتيك تريتمنت، علاج عرضي. صار في أوجاع منعالج العرض، صار في قلة نوم. يعني هيك مثل مسكن يعني خلينا نقول دكتور. طبعا يعني هي علاج ريثما ينضف جسمه من هذه المادة، عم نعطيه هالأدوية يلي عم تريحه. يعني عم يبذلوا قصارى جهدهم، نتمنى هالأدوية تكون موجودة، لأنه هدول الثلاث أدوية إذا أخذهم ما بيشعر بشيء نهائيا، وبالتالي بيكون مرتاح جدا، مرتاح جدا المريض، وبالتالي بتتمكني تتابعي معه باقي أنواع العلاج السلوكي، المعرفة السلوكي وغيره. بينما أحيانا أو كثير من الأحيان عم ينقطع العلاج بمرحلة معينة، هي مرحلة أنا ما عم بدي أتعالج لأنه أنا عم عاني والأدوية ما عم تعمل نتيجة. يعني أنا إذا عم أخذ كمية كبيرة من الهيروين، أنا بحاجة الميتادون البوبرينورفين لحتى يساعدني على التخفيض التدريجي لهذه المادة. ليش دكتور هي الأدوية المساعدة معنا موجودة رغم حاجتنا الكبيرة كتير لها؟ هل حقيقة بشكل أساسي أنا ما بعرف، ولكن يعني من زمان يعني ما كان في اهتمام بهذا الموضوع، ولكن الحمد لله يعني مجموعة من المراسيم من السيد الرئيس ساعدتنا كثير على وساعدت المرضى على العلاج، بأنه صاروا يعتبروا مرضى في لهم أماكن بيذهبوا علي للعلاج، وممنوع حدا أنه يزعجهم حتى بكلمة، لأنه حتى علاجهم سر، وأصبح مرخص بإنشاء مراكز الإدمان وغيرها، وكان في مشافي خاصة جميلة يعني. ولكن ظروف القاسية اللي مرينا فيها حقيقة يعني كنا متابعين بتطوير هذا الموضوع، ولكن الظروف القاسية أفقدتنا كثير من ما عادت جعلتها أولوية بصراحة، ولا هو نحن كنا ماشيين بتطوير هذا الموضوع بشكل رائع جدا يعني بمساعدة مراسيم وتفهم السيد الرئيس لهالمشكلة اللي فعلا وصفتيها سلمى بالبداية، ذكرتيني ب يعني حالة انذار للرئيس نيكسون بال78 او بال80، يعني نتيجة هذا الوباء دق ناقوس الخطر بالولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أنه المشكلة ممكن تودي بالبلد كلياتها أكثر من نتائج الحرب العالمية يعني الثانية. دكتور هلأ مؤخرا المطربة شيرين عم تتعالج من الإدمان، نعم، يعني بسبب حالة نفسية، اكتئاب، عنف مع زوجة أو ما إلى ذلك، مشاكل، نعم، بعد دخلت بالإدمان هي حاليا بمشفى عم تتعالج بالإدمان. صحيح. يعني حتى الأشخاص اللي كانوا مشهورين واللي كانت الناس تتوقع أنه حياتهم هي دائما سعيدة، الآن عم نشوف أنه هذا المرض عم يتخلل هاي الحياة، وأصبح عم يعمل لهم مشكلة وعم بعيقهم عن تقدم معظمهم يتخلل جسم معظمهم يتخلل حياتهم بصراحة، ولكن صحيح. منهم من يظهر ومنهم من لا تظهر أو بيستمر إلى أن تحدث. ما بدنا نذكر أسماء، هذا الموضوع شيء موضوع شخصي، نحن عم نتحدث بشكل عام يعني عن الموضوع، لأنه نحن ليس مهمتنا نحمي هدول الأشخاص، نحن مهمتنا نوعي البلد كلياته. فبرجع بركز على نقطة أنه السادة الصيادلي يعني ساعدونا باحترام هذا الشخص، وإذا ما كانت الأدوية موجودة ف
خلاص يعني ما في داعي للإهانة. برأيك دكتور الأعمار بتلعب دور يمكن نسبة العلاج أو سرعة العلاج أو حتى قابلية الأجسام أو لا هي استعداد نفسي قبل ما يكون له علاقة بأي شيء ثاني؟ العمر أولا الأعمار بيد الله. العمر طبعا يعني نحن من النادر جدا لحتى نلاقي رجل مسن عمره يفوق 50-60. طبعا هي من أعمار مسنة ولكن 50-60 بدأ بإساءة استخدام المواد بهذا العمر. دائما البدء بيكون بالأعمار لأنه هي ذروة، الذروة هي ما بين ال 18-25 سنة. في إدمان مبكر عند الأطفال وفي إدمان متأخر عند ما بعد 40 و50، حالات قليلة ولكن معظم الحالات بين 18 و25 سنة. في كتير هلأ بنلاحظ بالمدارس ممكن يتعلموا من شخص أو من طفل عنده مشكلة معينة، سوء استخدام مادة لحاله ممكن يفسد الصف كلياته. وكنقطة مهمة حقيقة، نحن دائما منقول أنه اهتمامنا بالأطفال بمرحلة المدرسة مهم جدا. ليش؟ لأنه الكومبليكيشنز اختلاطات هذه المشكلة النفسية عند الطفل هي سوء استخدام المواد بالمستقبل. صح. مثال فرط النشاط وقلة الانتباه، إذا تركناه من دون علاج شو أكثر شيء ممكن يصيبه؟ سوء استخدام المواد وإدمان العقاقير، هذا أكثر شيء بيصيبه بصراحة. أكيد، والحديث يطول دكتور ويمكن لسه قدامنا حلقات. نعم. قادمة نحكي عن هالمشكلة الخطيرة. بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور.